بعض الناس يقول عندما ندفن الميت يخرج نراه. لماذا؟ قال عندنا هنا يموت الميت 7 مرات. يموت ويعيش. يموت ويعيش. 7 مرات. عجيب هذا. طب هل حدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حدث هذا للأئمة للصالحين؟ يقول أنا رأيت هذا الرجل بعد أن دفناه رأيته في السوق. نقول نعم. شياطين هذول. هذا لا يمكن أن يقع في عادة الناس. الإنسان يموت مرة واحدة. لعل هذا فقط في مدغشقر. لماذا؟ سحر، كهانة، تلبيس على الناس. لماذا؟ حتى يخافوا، حتى يعبد الجد والشياطين. عندنا الموت مرة واحد. أما هذا لو رأيناه بعد دفنه نقول هذا الشيطان. لا نشك فيه أبدا.